القتالي توجيهاتك تقدم الملعب عميد محمد قاعد الفاطمي قاعد اللواء الثاني حرس جمهورية انت اخي صباح الخير نحيي أبطال اللواء الثاني حراس الجمهورية أفرادا وصف وضباط وقيادة هذا اللواء المتميز الذي كان من اللبنات الأولى للمقاومة الوطنية والذي شارك منذ الانطلاقة الأولى للمقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في الساحل الغربي وكان له بصمات واضحة في تحرير الكثير من المناطق وقدم الكثير من الشهداء والأبطال لا يسعنا الوقت لذكرهم منهم الشهداء منهم قادة كتائب منهم ضباط منهم أفراد كلهم كانوا مثالا للفداء والتضحية والوطنية جاهزيتكم اليوم لتنفيذ أي أعمال مطلوبة منكم وما نشاهده اليوم من جاهزية عالية نفتخر بها ونقول أن قواتنا في الساحل الغربي جاهزة وأنتم كاحتياط تعبوي واستراتيجي للجبهة أنتم وعدد من الألوية تمثلون القوة الرادعة لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مسرح عمليات الساحل الغربي لقد تحركت عدد من ألوية أبطال العمالقة إلى محور شبوة هذا التحرك وهذا النقلة الاستراتيجية في المعركة هو نتيجة التخطيط الجيد والاستثمار الأفضل للقوات عندما نفذنا عملية إعادة الانتشار والتموضع كان البعض يسخر من قوات الساحل الغربي والقوات المشتركة لأنهم لا يجيدون القراءة العسكرية ولا يفهمون استراتيجيات الحرب ولا فن الحرب لا تقاد الدولة في الفيسبوك وتويتر تقاد من هنا من الميدان ميدان المعركة ميدان الشرف والكرامة فكان نتائج هذا التخطيط وإعادة التموضع هو تأمين جبهة الساحل الغربي تأمين ممرات الملاحة الدولية تأمين باب المندب تأمين قواتنا وترتيبها وإعادة انشارها وإخراج احتياطي قوي للمشاركة في أي جبهة لأنه لدينا مخزون ولدينا قوة فائضة هذه القوة التي جمدها اتفاق ستوكهولم وكانت على أبواب الحديدة كان بقائها خطرا عليها بذلك الانتشار السابق لأنها بموجب الاتفاق لا تستطيع تحرير الحديدة ولا تستطيع أن تشعل معركة كبرى في الحديدة ولكن العدو كان يتربص بهذه القوات ويريد اختراقها وتقطيعها والسيطرة عليها حرمناه من هذا الشيء وامتلكنا احتياطي قوي وتحركنا شرقا لله الحمد على هذه الرجال وهؤلاء الأبطال وهذا التحرك المبارك إن شاء الله سيحدث تحولا في ميدان المعركة وفي ميازين الحرب لذلك أتينا لزيارتكم لنقول كونوا جاهزين يا أبطال اللواء الثاني أنتم والألوية الاحتياطية التي بجانبكم ارفعوا جاهزيتكم صونوا أسلحتكم معداتكم خططوا درسوا مسرح العمليات درسوا مهامكم المستقبلية من القائد حتى مستوى الجندي لا يتحقق الانتصار بالدفاع إذا أردت النصر فعليك الهجوم وإذا أردت الدفاع فعليك الهجوم لا تنتظر العدو وتتلقى الضربات انطلق في ميدان المعركة اربك العدو اجعله هو من يدافع وهو من يتخندق وهو من يتمترس كما ذكرنا في السابق أن العدو
لغم الشجر والحجر والأرض والجبل والسهل والوادي، لكن قواتنا المشتركة والأبطال تعاملوا معها وأثبتنا لهم في معركة شرق حيس أن لا شيء يقف أمام الرجال وأمام إرادة الأبطال. فلذلك أنتم الصخرة التي تتحطم عليها كل مؤامرات فارس وأذنابها في المنطقة، الذين هم أنشأوا هذه العصابات في العراق وفي لبنان وفي اليمن، عملوا على إيذاء المنطقة، تصدير الثورة الخمينية، يريدون أن يعيدوا إمبراطورية فارس إلى مجدها السابق قبل الإسلام تحت عباءة ثورة الخميني. بالأمس يطالعنا قيادي إيراني يقول أن المقاومات التي أنشأناها في العراق وفي اليمن وفي لبنان هي التي تمنع الحرب على إيران، بينما يتشدق الحوثي بالسيادة ويقول أن السيادة تحققت في عهد الحوثيين، لم تنتهك سيادة اليمن إلا في عهدهم. وشاهدنا الأدلة على إدارة عناصر حزب الله والحرس الثوري لقيادات الحوثي، هم من يقودون المعركة، هم من أسسوا هذه الحركة منذ البداية، منذ انطلاق حسين الحوثي وذهابه إلى لبنان وتتلمذ على يد حسن نصر الله وحزب الله، وأنشأ مجاميعه وخلاياه الإرهابية التي أحدثت الفوضى في صعده. كان كل هذا يدار من إيران، وقائدهم هو الصريع قاسم سليماني. عندما يتحدث الحوثي عن السيادة المنتهكة وهو الذي يتشدق بضربة أرامكو في البقيق والتي كشف عنها مؤخرا أنها ضربة إيرانية وأعلن عنها الحوثي، هما مجرد وطاف لإيران، وطاف لا شيء، مثل عزب الويل يفرح بايش بالتهمة. نحن نعرف من يطلق الصواريخ، من يدير الطيران المسير، طائراتهم المسيرة يقودها خبراء حزب الله والحرس الثوري، وكذلك الصواريخ التي تأتي إلى اليمن من إيران وهي مفككة ويتم تركيبها خبراء إيرانيين وإطلاقها بإدارتهم، حتى أنه عبد الملك الحوثي نفسه لا يعلم عنها شيئا. من يدير غرفة العمليات؟ حزب الله والحرس الثوري، أبو فاطمة، قال الحاج يوسف، قال ما أعرفش، هؤلاء الإدارة الحقيقية للحرب. نحن الآن نخوض القادسية الثالثة ضد فارس بعد قادسية القعقاع وقادسية صدام، نحن الآن نخوض القادسية الثالثة ويخوضها أبطال مارب ورجال مارب وشرفاء مارب جيشا وقبائل. تحية لأبطال مارب ومحافظها البطل، تحية لأبناء شبوة وموعدهم مع التحرير إن شاء الله على أيدي الرجال والأبطال وبدعم من أخوتنا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية الذين قدموا الغالي والنفيس لدحر المستعمر الفارسي الدخيل على بلادنا، قدموا المال والرجال وضحوا بأبطالهم وأبنائهم من أجل كرامة وعزة اليمن وكل عربي شريف. نحن الآن نتحدث من أرض الميدان ونقول من يريد أن يحرر بلاده عليه أن يأتي إلى اليمن. لن تحرر اليمن وأنتم في الخارج يا أيها كوكبة السياسيين والعسكريين والمثقفين والإعلاميين. تعال، قادر تحمل بندقك؟ تعال احمل بندقك مع هؤلاء الأبطال. أنت مش قادر سياسي؟ تعال سياسي، مارس سياستك من داخل البلد.
انت كاتب صحفي تعال اكتب من داخل البلد، مش مقدم لجوء سياسي في المانيا والباحثين على الجنسيات. كيف تريدوا استعادة وطن وانتم النخبة وتسموا انفسكم النخبة؟ انا اقول هذه هي النخبة. هنا من هم في الميدان في ساحل الغربي، في الضالع، في المارب، في صعدة، في حرض، هؤلاء هم النخبة. من يريد استعادة وطنه عليه أن يبقى في وطنه، سياسي، عسكري، ثقافي، اقتصادي، إعلامي، كل هؤلاء يجب أن يساهموا في معركة الدفاع عن اليمن واستعادة دولته وجمهوريته. بدون هذا الكلام كيف تريدوا تستعيدوا دولة؟ إدارة الدولة تكون هنا في الأرض، مش من الخارج، مش عبر الريموت كنترول ولا عبر المؤتمرات الافتراضية واللقاءات الافتراضية. تحية لكم أيها الأبطال ولأبطالنا الميامين في كل الجبهات، وتحية لأبناء الساحل الغربي في الخوخة وفي حيس وفي كل المديريات، مخا، موزع، الوازعية، ذباب. نقول لهم أن القوات المشتركة موجودة بقوة ضاربة، تستطيع أن تنفذ أي مهام ليست فقط دفاعية وإنما بل اعتراضية هجومية. لسنا كذلك يا شباب؟ جاهزين؟ نحن هنا سند لكل من يقاتل ضد الحوثي في أي جبهة كان. وكما تحدثنا عن تحرك ألوية العمالقة البطلة، هم مفتاح النصر في كل جبهة. والمقاومة الجنوبية التي احتضنت المقاومة الوطنية في بداية إنشائها، نقدم لهم ونكرر لهم الشكر، هؤلاء الأبطال، ونحن يدا بيد بإذن الله لتحرير اليمن كامل وعاصمته صنعاء ولا غير صنعاء بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يا شباب. اللواء الثاني مستعد، والله لو تقول أن نخوض البحر لخضناه اليوم، والله لن نترك ولن نفلت وصايا الشهيد الشهيد علي عبد الله الصالح مهما كلفتنا الثمن. مستعدين بأرواحنا ودمانا وأهلنا أن نفديك ونفدي الوطن. إن شاء الله.